غاء نسمع في الكرتوش من بكري وما نش نشوف فيهم. استغفر الله العظيم يا ربي، حتى كي ترولاكسي في هالبلاد لازم تجيك حكاية توترك. الكلاب يبكي ومسيك نسمع في صوتهم والكرتوش يخيط. يعطيكم الصحة ولا سما في دو بيان. يا سيدي هادو هما البرودويات الكل جدد. نرجع نحكي لكم عليهم بالبرودوي بالبرودوي، هما توا باش نوريكم كيف البرودوي. التوا نحط في اللي شريته من بعد. كمان يا ربي الورا فما دي برودوي ديجا تعرفوهم وفما دي برودوي جدد ما عندش في شنو. دونك هذايا الكريم تاع ليسيل اللي هي ديو وانتي ريبوس بوال اون ميم طون وتبيض لي زيسيل يداريق دا بابا. فما كاين يوفي و سيمبا في البيت و شانيل كازيد. بالليلة تقول لك كوفر فو ولا شايك راه مش جاية. anyway كاين انا دوري عاملة كوفر فو. Résultat des produits, il est en même temps. Ma femme. Ah, barquette, j'ai rien compris. Mais, et le gel nettoyant, attends, on va faire un gel. Et le gel nettoyant, en même temps, il y a un gommage, une figue de barbarie. Et le gel nettoyant, il y a un gel nettoyant. هذه كالعادة الاخر قريب يوفى. دونك خذيت التونر باللوبين الذكر والمورد. هذه زيت شاوين وفيت زيت لا زيت جديد عملته شي فشونة. فيها برشا انواع متاع زيوت كما تجم تستعملوا يطول الشعر بالقدي، كما تجم تستعملوا وحده كبانديل، كما تجم تستعملوا معاه دي بودغا يغبيديك. انا عندي الصدر دونك تنعملوه الميلانج مع بعضنا. هذا تنرجع نحكي لكم عليه وحده. هذية ويل بور شوفو اي كور خديت جوز انا ياسر تفتق تستيتها ديجا. اش بيك لابي بتجي يا ايمن جي با كومبخي يطيح سعدك ان شاء الله يا اسماعيل حمام وعدك انتي والام اللي جابتك. ودني فيها كريم نرمال. كريم قالك خليه كلابي بيجي خليه غنيه. نحب الغنية متاع كلابي بيجي ما تو منيش حاطة موزيكا يعني. خلي الموزيكا منيش حاطة بني تسمع فيها الموزيكا. دوك هذية
سي ان لي ويل دو برونزاج ياسر تفطر وفيها البايات وفين مشاكل اللي كي المكياج ريحتها تفتق بالمونوي فما مونوي وفاني مانيفيك هذيا ان فيت سبراي للساقين ينحي ريحة العرق ينحي ريحة الخايبة او ميم طون الحاجة اللي بيا فيه اللي هو فيه النعناع وفيه المسك دونك نعناع يرتح الساقين شفاش ليك هايز ريم تصير متاع تي شيرت متاع صاحبي ما نعرفش ما عمري مريتهم لي تي شيرت معناها من اليوم شفت عبيد لابسينهم هذيا خديت الملح بالريحان غدوة نحطو في الجاكوزي هذايا Résultat, produit nettoyant des baskets. Ah, طيارة على الاخر وريتكم قبيلة تو غدوة نصورهم ستوري. ياسر ينظف بالحق إنيس هاكا خارج بدريات. هذيا باش نستعملو توا. اون فيت هذايا تونر بلي بيسكوس تعرفوني انا قداش مغرومه بالزيت نتاع لي بيسكوس اللي هو يشحط الوجه وفيه بوكو دو فيتامين دونك هذايا تونر جديد بينا pour tout type de peau cette lotion vous donne de l'éclat de la peau avec le biscus fait à l'hibiscus ou fait à l'aloe vera donc elle hydrate كيف كيف تنظف بالكدي الوجه وانا نحب البسكويس على خاطر سي انتي اج شقاولك في لي كومونتير شقاولك دونك تفش في شو وبن ريحتو لو غو نتاعو اي سكري نجمو تستعملو باش نحيو المكياج نتاعكم راهو ينظف الوجه على الاخر انا وجهي ديجا نضيف فوالا توا ناخد لو تيرمال نتاعي تعشي تسلات عزيزتي يوفي شبيك ها حاجة بوغ لي سيرم افيكاس هاب باش نوريك السيروم طيارة على الاخر لي لو تيرمال من الفارماسي من عند بيوتي اديكت بوينت ان تو لو ترمال تشوف فيها افين وتقول لي من عند شيف شونا كل شيء من عند شيف شونا كان لو ترمال عندك بلوند بالصبار عندي دي ادورابل كلاس ميرسي اتنو عليكم نتاع لي سيرن لي تاش برون الجام نتاع النيله باه وخديت الزيت نتاع الجليسيرين اللي حاجتي بيه خديت الزيت نتاع قلوب الهندي نتاع شفشونه ناتشوريل اسمع يوفي ضحكني تجي ترقد قدام الباب باش انت لا تجم لا تدخل لا تخرج من غير هي ما تشوفك مش نورمال هذي باش نجربو الليله ولا بالقوم نتاع الهندي كبدة زيت بير راهو تجم تذوقو ما تخافش اللي عملتها شفشونة عملتها جديدة عزيزتي اللي هي التونر بلي بيسكوس وينو الحطيتها بسم الله هاي لا على الله كنت قدام هاي مش مشكل بسم الله بسم الله هاي جديدة هاي انا وصلت لي اليوم ما في بالي اللي باش تخرجها عند جمعة الشباب طلعوا ب
باش نحط شوية مي ورد وعكر فيسي هذه زيادة مسك أبيض بالرمان محلاها ريحته وزدت خديت عاودت خديت زيت متاع لوبين خاطر الخيلي وهذا البوم متاع الساقين اوفيت جديد هذايا فيه الويل دامون دوس فيه سيغ دابا ميل فيتامين او ويل اسانسيل دو مونت ويل دو كوكو طيارة على الاخر شبيت سعد عم بوزينك زين سعدك التكستور نتاعها سورتو اللي في الصيف نعرفو العباد الكل ساقيها تشيح دونك هذه الي فريمون هيدراتونت جو نعمل بيها مساج من بعد قبل ما نرقد في السويقات تو باش نبدا الروتين نتاعي من بعد نوريكم البارفان الجديد البارفان الجديد حاجة روعة دستيت يفك على امي عاده تو انا حاله لايف هذا هو يبعث في المساجات نبلوكيك مازال يقول لي رجع لي المساج باش نبلوكيك يا درا شكونك اللي قاعد تبعث ريم كل ما نعمل لو دروز يطلع لي حبوب جو سي با سي انا اليرجيك او لو برودوي ني با بيان لو دروز منين تاخذ فيه نورمالمون ما يعملش اليرجي جملة سقيا ولا منشار اي عليك بالكريمة هذي امسح الكام نضيف الكام عملت كذا انا شربتها ديجا ها هو السيروم بي اللي سألو تاع السيروم انتي سيرن السيروم هذا انتي سيرن انتي بوش و انتي اج وبالرسمي يفتق 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 معناها انا نذكر اول نهار حطيتو عينيا لي بوش كانوا خارجين نحاو بالوقت ايكو فيلاج راهو ماهوش ناتوريل 100% جو سوي ديزولي نقولها و من غير ما يتغشو معناها انا ايكو فيلاج ابار لي بارفان دو لانج نتاعهم و لي بارفان دومبيونس انسى حتى شي اخر دي زيستوار لي وراك اي سي ما بتيت بيبليوتيك تاع بيتي عندي بيبليوتيك في البيت و بيبليوتيك في الصالة معناها En fait, il y a des sérums contour des yeux filles, acide hyaluronique, acide glycolique, extrait d'algues rouges, extrait de frêne, silicium, marin, vitamine B12, aloe vera ou hydrolate de rose. Est-ce mon sérum anti-cernes de Chifchouna? Et qu'au village, il y a des parfums pour tout le monde. ما عندي حتى فكرة هيك باش نستعمل الليلة هذي شنو الجليسرين نخبي
بوغ لي ليفغ عندي البوما ليفغ نتاع شفتونا عندي زوز، عندي واحد بالعكار الفيسي اللي هو ينحي الزرقية من فمي يرجعلك شفيف كروز، وعندي واحد آخر اللي هو بالكانيل يكبر الفم، لازمني نمدو خاطر حطيتهم في الساك نتاع البحر. محمد زوز هيدا بور لي ديسيل فما لي كريم، كريم ديوم تاع الشفشونة اللي هي تبيض لي ديسيل و ميم طون انتي روبوس بوال. دقيقة باش نغلب نبلوكي حد بالغلط. الوغ اونتي روبوس بوال و ان ميم طون ديو و اكليرتيسونت. دونك البوم هاو هيدا اللون، نتحط جست شوية كبيرة الحبكة هذه بالقرفة ملي ضغط بالكدي. طبعا نجرب لكم الاخر، خلي هذا ديجا البخفان تاع شنو عزيزتي، عطا نوريهولكم البرودوي نتاع ما نعرفيش الماركة اللي تحكي لي عليها هذيك. انا فوا ماركيت كي نشوف عبيد تحكي عليهم نرد، ما امبوسيبل شعب مكحوت اكزاكتومون. باهي بعد باش نحط كالعادة الكريمة نتاع اللي بحليب البهيمة والكريمة نتاع لوبين الذكر، هذه إضغطون تاع الاخر تكستور متاعها تفضق. بربي عمي في عينيك وين ترى فيه طايح، كان هذا كله طايح، هذا طايح مين يطيح ساعدك، مينيش لبسه سوتيان وصدرك يبدا كبير طالع لهنا يولي نفيخة ما عادش صدر، مش خاص كي ماميتك صدرها كي صدري معناها قنبلة. زراعة الشعر في تونس ما عنديش فكرة، ما زرعتش الحقيقة، ما زرعتش الشعر قبل. ما نعرفيش، اسالوني كان على البرودويات اللي نستعمل فيهم انا، وتبدوش تسميولي في البرودويات ما نحبش، ما نحب نسب حد. من اغلى لي برودوي في الكوزميتيك هما لي برودوي اللي بالحليب تاع البهيمه. من بعد باش نحط الكريم اللي هي بلو بين اذكر لونسومبل اللي بون. شوف شو عندها، ما اقوى من التيتري اويل اللي هو زيت متاع لوبين، يطير التيران وينحي لزكني. الويل اسانسيال متاع لوليبون اقوى برشا من التيتري، انا بيجي كنت نستعمل في التيتري ما عادش نستعملها.
تلقاهم دوبل في النوفيام. شكون اللي ملوكيهم؟ شو لا جام كامله متاع اللوبين، تنحي لي تخاص وتنحي لي زكنيوي. الحاجة اللي تكفت في الحويج بأنك ما تكدش حويج بك جملة تلمهم معناها، وبعد فما زيت نتاع الخروة، وفما برشا زيوت أخرين بهين الحويج. أنا طاوة جوست مشطهم هاك، منيش مقديتهم، عندي برشا مقديتش، وحتى كي نجيجي ننظف جوست شوية من بعيد وننقص في الطول متاعهم هاك، باش العين تبدأ مهزوزة، أما ما نمسش لنقص لحد شيء. يا ربي يا ظهري، ولا تفرهدت بك الجاكوزي. دونك العبيد اللي عندهم دي تراس دي تاش برون استعملوا الزيت متاع الودعة، العبيد اللي عندهم الحبوب استعملوا الزيت تاع لوبين سكار. هذي جديد، ناكل دي فروي سيك ما شيري بيان سور، لا تربية الأخلاق ولي تونس، وزيدي موتو عاد مزبيل يحبوا شنو تاع حلهم خضرة. ايوي ما يحبوش الاحترام، دونك شوف تبدا عندك حبه ها، نجي جوست فوق البلاصه وتحطها. احنا تنحات هيدي طلعت هيدي سلي زغمان. Pour être franc, la blume a mis les doux, mais t'as pas fait live. يا دي جور قلت بها نجيو بهكا، اما تو بصراحة شوية فيهم صابين. هاك تشوف عزيزتي، هاك تشوف، هاك تشوف، صدقني تهبل معناه. انا ما نعدلش به، قلت لكم الليلة نحب نجرب الويل دو بيبان دو فيك دو بربغي متاع شيف شونا، وشفتوني كيفاش دقتو قدامكم بور فو دير اللي انا عندي ثقة عامية في الزيوت متاعها، خاطر نعرف المرأة هذيك مستحيل تخلط الزيت جملة، خاطر برشا في تونس الزيوت كلهم مخلطين بزيت القطانية. دايوغ وبودا مامون تولي تلقى وجهك من هوني كله دي بوان بيوث كيما لي بوان نواغ، على خاطر مخلط الزيت كيوالي كوميدوجين. زراعة شعر الحاج بلي ورثها عزيزتي، اللي عندي حتى فكرة على الحكاية. دونك ديجا كي تعمل مساج الزيت وجهك يشربو في ساعة الزيت، ما يقعدش بزايد. يقولي كمان اغسل المعون، لما عطاتو يلعب بالتليفون تخلي تفرخ علينا. حكينا على الهدوء، ما نحكينا قبيل على الهدوء. الزيت متاع قلوب الهندي كي تستعملوه قبل الفانسانك عام راهو الى ان افي بوتوكس ناتوريل، سيتادير ما يخليش لي ريد يطلعوا. دونك كي تبداو ديجا عندكم دي ريد سا استوب سا اد، مي فو ميو تستعملوه وانتوما صغار. اي الكريم اللي بحليب لبيه ما تمشي ابيك تو تيب دو بو. نجيو توا للبوم اللي سالتني عليه برشا يسألوا عليها. أو فيت البوم هذايا بالعكار الفيسي وفيه السوريز، سوريز ولا فرنبوا سوريز مانيش غالطة. دونك تجي تحط في شايفك وتخليه بالاستعمال الزروقية اللي عندكم في فمكم تتنحى وفمك يولي روز. كيما تجي نستعملو فراجو زيدا إلي 100% ناتوريل. العكار الفيسي هو روسيت يعملوها المغاربة جاية من كوكوليكو. ها جوست نوريكم فيكو ناتوريل ميقلقش، ماهوش مكياج معناها، باش نوريكم كيفاش. ها يرجعلك خدودك روز ناتوريلمون.
تبارك الرحمن رمروم عندي اخلاق وخلق وتربيه وجميل حبك برشا عشق اموله معلش علي نحسك عندك حزن ولا وجيعة غلط على طول الخط، لا عندي لا حزن لا وجيعة لا عندي حتى حاجة نيجاتيف في حياتي، الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي تمنيته في حياتي الكل عندي، وان شاء الله اللي مازلت نحلم بيه يكون عندي. رمروم معلش اللي يدخلوا يسبوا ديفو بروفيل اي بيان سور مالاش معاه تلقاه نفس العبد هذيك راهو تلمو عامل عليك اوبسيسيون او فيكساسيون سا دوفيان اوبسيسيونيل يبدا يدور هكا كامل فو بروفيل فو بروفيل يعني غلط الامور ذا ربي يشفيهم ديما الزيوت نتاعنا نخبيوهم من الضو ومن السخانه سانسيرمون محليك حي وقت كويمك باه شنو باش نعمل انا تاعو انا كملت الروتين نتاع وجهي نحب نتستي اسبري هذايا الكريم قبل اسبري نتاع الساقين ان شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى توي اون بيغ عايش كادستي ربي زيد يعطي الناس كل ما يتمنى ديم انتي الطاقة الايجابية بكل عايش كي امولا مي التكستور نتاعو خاطر ماهيش اويلي برشا وفات لي دغات اما ما تتلبطش كونت ماس لابو البان او من لوتا الفوق بيان سور هاكا كيفاش نوليو كالم اول حاجة بالعمر بالاكسبيريونس بالبيكو اي برشا خدمة على روحك معناها ميديتاسيون يوغا فوالا ياسر فينو ما تخبى ميرسي ام نجم نكون شريرة مانيش فينو معناها عرعور كان عبد يتعدى عليا مي حتى العرعور متاعي بفينا مش بالواع واع واع شين يوتيوب عندي شين يوتيوب اول مره نحب واحده في الانستغرام وحليك حبوبتي حبك الايام الطيبه عزيزتي عايش ياه انا اكثر من شكون كيفي في بالكم كي نمشي نعمل مساج نحب جوست نعمل مساج في سقايا اكثر بارتي من بدني توجعني هي سقايا وحليك رملومه تعجبني ربي يحفظك عايشك عزيزتي ربي يحفظك انت زيد رملومه انا خديت جل نتويان ليه مش بيه الماركه هذيك راني انا ما نحبهاش ما نستعملش تيك توك عملت كونت ونحيته ما يعجبنيش مفهمتش يا شنشني ASMR شماني احكي يحكيو باش يرقدو لي فان و يرولاكسيوهم منعرفيش الفازة هذي جيت نحب نسلم عليكم قطة خاطر ظهر فيه اللايف بنيت مشكلة عادة صح جاكوزي ميرسي لي عليه اللايف بنيت معناها حتى الولاد ينجمو يطلعو برواحهم ما نو وجبك محليهم ناتوريل ناتوريل وي ناتوريل عزايز جاكوزي قديه نحب نشريه يكريوه الجاكوزي ما يتباعش avec le rangle voilà l'envoi et toi tu as une voix sublime merci امين يا جاكوزي هبط لكم في انستغرام تاغيت في ستوري تاغيت لا باج او فيت تكري تكري قد ما تحب نهار ب 180 دينار نجيو نكرني شويه Moi, je préfère WhatsApp.
فهمتك. نبلا يا محرحرة يا طب باش نعمل سبراي هذيكا لابو تلمو نظفته لابو نتاعي ولات تلمو مميتي الله يرحمها يا ربي كانت قبل تقول لي ما تخرج من الحمام الا ما بدنك يولي يلمع هذيك معناها انت وجهك بدنك نظيف بن ايدو سميرة ملومة باش نمشي نرقد بلا خير حتى انا باش نكمل شوية ونشيح شعري ونمشي نرقد هي الكريمة ذي انا عجبتني اسمع راهي شيفشونة عندها فازة مش نورمال شوف قديش تعبي لحكوك سي انكرويابل معناها في الماركات الاخرين الحكة تلقاها على هنا معبية هي تعبيها للفم رمرومة سبورتي لي جون اللي عنا لي جون تاع شنو باهي سبري هذيا لوليد امان نعرف اللي لوليد اميتكم تخرجوا لهم عينيهم بالريحه نتاع ساقيكم هذايا سبري فيها مسك لغزال دونك ديجا تعطي لون روز للساقين وفيها النعناع دونك النعناع يفرشك ياه وريحته ياسر بنينة عزيزتي ما نرقد انا لما نعمل الروتين متاعي برا ارقد انتي ظهر بناي صغير امك وين خليتك صغير لي جون تونيزيان لازمهم سبورت بيان سور كي يبداو لي جون تونيزيان باهين وعندهم حاجة نسبورتيهم عليها واي نوت مش كان الولاد الولاد والبنات اما الاكثر الولاد عندهم مشكلة ذي انا نحب نسلك منين من نابل من نابل وزي مزايد شنو نعمل ابعث لي مساج سند مساج بريفي تنقلك شنو تعمل نصور لك البرودويات ونقول نفصل لك ايه نفطق سبري اهو بلي قلت بارك الله جاتون تا ريبونس على شنو ان شاء الله خير غير مزايا سند يا موسى مرسوسة مه جيو توا خنعقها ميدايا ريقد عزيزتي شوفو كيف ريقد مسكر الباب طلع علينا في بني خيار ان شاء الله اي فرخة بر امشي اخرج عليا هذه كيما الفرخة اللي عمرها 11 هذيك جات تتجرطم وبعد رسلت لها بوا عمر ما فكين لها التليفون خاطر من با في بالهم بنتهم فيش تعمل على انستغرام عاطينها تليفون ومسايبينها هكاك بعد يوليو يطلبوا في السماح في بلاصتها جينا للبخفان اخر حاجه دي ما هي ابان حاجه تعرفوني انا قديش نموت على ريحة المسك وقديش نموت على العود مي المسك الابيض ديما اخف في الصيف من العود دونك هذه شوفوا ما شابها داكوز
اتفتق اتفتق اتفتق. الدبوزة ياسر تقتل، ما نحكي لكمش على الريحة متاعها، حاجة بنا. نيمتي ما بنها. Je suis algérienne et je vous adore. ليه ما نجمش نكون حالة كليماتيزور عزيزتي وشعري مبلول؟ شايح شعري ومن بعد يكون حل كليماتيزور. وعاود خديت ذي خاطر مسك الغزال قريب يوفى عند شي فشونة، قلت لها جيب لي دبوزة. انا ديما نفرفن ليه شعري، ريحة شعرك تقعد بنينة، فماش عبد يعرضني ما يقول ليش ما بان ريحة شعرك. اي قلت لكم عرفتها سي هي بريسكو فيت، دونك خديت هذه جديدة. اما هذه ريحتها تدوخ تدوخ تدوخ. مسك ابيض ولا بارفان 100 مليليتر، اسمها وايت مسك من عند شفشونه. باش نجيب سيشوار نشيح شعري ودودو، هاني جيتكم. رمرومة هبتهم وتاجيها. جوفي تاجي شفشونا في اخر اللعب، تغدو نصور لكم ستوري به رمرومة. حق انا نخدم فوتوغراف سينما، كيف نكتب سيناريو وحدي ونصوره ونجم عادي، اما كيف نعطيه لواحد من الاولاد باش يصور معايا ما يعرفش. خاطر السيناريو نورمالمون فيه قراية، معناها كتبت السيناريو سي يونيفرسال نورمالمون. بعد ما تكتب سيناريو وتعمل ديكوباج تكنيك نتاعك العباد الكل تفهم. الذباب ما فيهمش الشعر نعمل في الابيلاسيون لازير ودوب ليش قاعد يطلع داكور. وشنو هي المشكله ماني؟ هيثم جي با فيو لا فيديو، مي انا مالوغوزمون كون جي بارطاجي لو بوست بعثولي لافوكا نتاع ريم جي با فيريفي، على خاطر كلمني في التليفون قال لي راهو فما واحده معناها
une chanteuse انا نسمع بها رمقاش. دونك انا جي بارتاجي لو بوست وكها مي جيوني عبيد اللي انا عندي فيهم ثقة عمياء، منهم زوز في البروتكسيون انيمال وديما نعملوا سوفتاج نتاع مع بعضنا من الحيوانات، وقالوا لي راهو ما فهمش منها الحكايه نتاع البيتبول، وراهو الكلب اسكي وراهي هي طبست على الكلب. دونك انت كان طبس على كلب ولا على قطوس سي نورمال كان يتفجع باش يقدمك ولا باش يخبشك ولا وات ايفر. دونك وقت عرفت الحكايه و جو سو كونتر انه الكلب يعملوا له اوتانازي، و امبوسيبل يعملوا له اوتانازي كي نهربوه من تونس ولا نلقاو له حل. دونك فوالا من بعد فهمت الحكاية بعد ما انا هبطت البوست هذاك، مي جي با فيو لا فيديو. كنت حاب ابعثها لي لمرو ما نحسك ياسر حنينة كي راك معطي زانيمو دلل فيهم برشا. نشوف كنهار اخر مع بيبي مزيان. بيان سور مانيش ضد، اما بيبي مسؤولية. دونك يا تجيب بيبي وتبدا انت بالحق متفاهمه انت وبوه وتقدروا بعضكم ويتربى اكيليبري، ما تظلموش الصغير وتجيبوا هكاك بيبي ماهوش لعبه وماهوش ان انيمال دو كومباني. حتى كان الحيوانات نتاعي نحسبهم وليدي ماهمش كيما بيبي كيما حيوانات. سي اون ريسبونسابيلتي، لازمك تعطيه من وقتك، تعطيه من قلبك، تعطيه من روحك، تعطيه لازمك فينانسيرمون بيان سور تكون عندك فلوس بالكدي باش تنجم تعيشو. دونك وي جو سوي با كونتر، ان شاء الله يا ربي نجيب بيبي. ايوتا هلا وشيري سافا، هذا انا اسمي ليم جو سوي الجيريان تشرفوا. هي قالك ترميت على الكلب، اي سي سا اون فيت. انا بعثت ما نحبش نسمي شكون العباد، مي قلت راهو بعثولي اربع خمسة من الناس اللي انا عندي فيهم ثقة كبيرة معناها، وفسروا لي الحكاية. دونك ديريكتومون جي سوبريمي لو بوست اللي هبطو الاولاني اللي هو كوم كوا معناها كلب نلبس عليها وقدمها. والحقيقة هي ربي فرج عليها خاطر كي شفت التصويرة مسكينة تشوهت. مي انا ضد انه الكلب هذيا يهزوه يعملوا له اوتانازي فيكم مش هو هجم عليها هي طبست. جافي لا فيديو ديجا هي ترميت على الكلب تعنق فيه، ياخي الكلب عمل رياكسيون عادية. بيان سور بيان سور انا يو في اي عبد يجيب شقر بلا نقوم نسيح نقولو ما تمسيش. حتى كان نبدا انا بجنبها نقولو لي نجم نمسوها نقولو ملي ما تمسيش، ما نجمش نعرف شنو الرياكسيون اللي تعملها. نصحك شفت قلتلكم شعلي هاكا بديت نشايح فيها نابورت كومون، قلتلكم باش يدبوك المستحيل. ها هاكا ضربة مشطة هبط كي العادة أرطب. شنو الفايدة تعمل لازير ومازال يطلع الشعر؟ كي تعمل لازير مرة اثنين ثلاثة شو دي سيونس من بعد ما عادش يطلع داكوغ. وحتى كان يطلع الشعر شنو مشكلتكم معناها؟ النساء الكل يطلعوا لهم شعر في ضبابتهم في ترمهم في قطاطسهم معناها، مطللني انا توا على قطوس هو غابت شيشو فهمت. دونك تليو في رواحكم. ابعثوا لي الفيديو وما ايوتا حطينا توحشتك، عزيزتي تونسية ولا طلعت سوسة؟ ابعثوا لي الفيديو راني انا ما نمشيش على على يوتيوب. دليل زعيبي ولا شكونك ما سألتكش على رايك؟ الكلب معناها بالقانون ما عرفش اسكو في تونس، ما جينيرالمون بالقانون كان كلب، مش نحكي على الكلب هذا، مي اون جينيرال كان كلب يتهجم على عبد ويبدا هو اغريسيف ومش حاطين له الكمامه يعملوا له اوتانازي معناها يزرقوا له يقتلوه. ومسكين الكلب علاش حبوا يقتلوه معناها؟ هي ظلمته مش هو ظلمها.
الاخرى قالت لي شامله كيراتين ولا بروتين، لاني عامله لا كيراتين لا بروتين، شعري ارطب ملي انا صغيره وفوالا، جوست نغسل بشامبو نتاع لوبيل ونعمل دي باندويل وكهرباء. دونك لهني ما فماش اوتانازي ان شاء الله، ان توكا حتى كان فما الكلب نجمو نهربوه. هذيك علي هاني نعاود نقول ردوا بالكم نهار تشوفوني مع يوفي وتجيو تقولوا لي نحبوا نتصوروا معاها ولا نبوسوها ولا ما يبوسها حد، تخلوا لي الطفله رايضه. وي وي سمعت لي هو اسكي سمعت مسكين. يا جماعة خلوني نسجل اللايف هذا باش ما يطويلش، وخا نرجعو نحكيو عليها الحكاية نتاع الكلب. راني راجعه.